نم 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 حدرا بدرا شقرا بدرا حدرا بقرا شقرا بدرا حقرا شقرا غربا غدقا. هي شو هذا الصوت؟ خليني اعرف انا مهبت صوتك يا بابا. ايه شو بدك شو بدك؟ خلاص انا بدي اقرا كتاب السحر هذا لانه حاسس انه هو راح طلعنا من السجن. الطريقة الوحيدة للخروج من هذا السجن هو ان نجيب هذا المفتاح، يعني نطلع. لازم فقط نطلع من هذه الفتحة، اما هذا الكتاب اللي قاعد بتقرا فيه ما راح يفيدنا من مرة. هي راح طلعنا من هون وانا متاكد من هذا الكلام، بس شوف يعني في كواكب هون بس ما حدا بسمعنا. هي تعالوا تعالوا طلعونا من هون تعالوا. والله ما في حدا راح يسمعنا تطلع، هاي هون في كوكب وردي، كوكب اصفر، وكمان كوكب ازرق، ولكن احنا كل حياتنا بنقضيها بداخل السجن. والله عارف عارف، شوف هاي المفاتيح حطوهم هون، بس المشكلة ما حدا بيقدر انه يطلع هي من هذا المكان. عندي انا فكرة، وقف انا بدي اوقف في هذا المكان وتضربني، بدي احاول اعدل لانه انا جسمي صغير. ايوه اضرب اضرب، ادفع ادفع، ايوه يلا راح تزبط راح تزبط راح تزبط. هي ما بزبط. ايه ما بتزبط، خلص معناته على الفاضي، ابن الصغير خلص بكفي محاولات الهروب من السجن، ما في اي حدا بيقدر يهرب من السجن الا اللي كان عايش قبلينا اللي اسمه مايكل سكوفيلد. مايكل سكوفيلد نعم هو هرب من السجن، وهي هذا الكتاب الخاص فيه بيشرح طريقة الهروب من السجن. خليني اجرب اقرا ايش مكتوب. ابركا تعال يا بابا اطلع، هي مكتوب هون الجزء ابركا اقراها. خلاص طيب ماشي، ابعد ابعد. ابرك دابرا همي وي وي همي وي وي همي وي 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 همي وي وي همي وي وي شمبارا باي همي وي وي همي وي وي همي وي وي. هي طب بسم الله. شو اللي صار؟ بابا اختفى. خليني احكي الكلام اللي حكاه. همي هاي هاي همي هاي هاي. ايه ابني طلع، وين انا طلعت؟ انت في خارج السجن. هي افتح لي البوابه افتح لي البوابه. يلا يلا. اوه مش قادر افتحها، كيف بدي افتحها عليك؟ هي جرب افتحها، خذ المفتاح وافتحها من عندك جرب. ايه والله هي المفتاح، خليني اخذه زي هيك، هي الكيز، خليني اقترب من هون. افتح يا سمسم. هي يا سلام، هي البوابة فتحت والله، واخيرا راح نرجع الى كوكبنا وراح نخرج من هذا السجن. يعني كم لنا مدة بهذا السجن تقريبا؟ واخيرا صار لنا بهذا السجن 12 سنة وثلاث ايام. شوف واخيرا شفنا ضوء الشمس، بس هيك ما كان فيها الكواكب ما طلعوا. والله ما انا عارف من وين بتجي هذه الكواكب، خلينا بدنا ننزل على الاسفل على كوكبنا. اشتقت له انا كتير. يا سلام هاي صورتي تطلعوا، يعني انا موجود بهذه الصورة. يا سلام هاي انا موجود في هاي الصورة كمان. شوف انا هون راكب في سيارة الاطفاء النار، والله حلوة كتير. تعال تعال يا ابني تعال. هي يا بابا انا كيف ما خطر على بالي هذا السؤال، مين يعني اللي وضعنا بداخل السجن؟ لا ذكرني في هذا الاشي، انت كنت صغير كتير وما بتعرف. اللي وضعنا بهذا السجن هو الايس كريم الشرير اللي لونه مائي، هذا اللي ضدنا تماما، متنابس على لون تلجي. هيه على لون تلجي، والله انا ما راح اسامح اللي وضعنا بالسجن ولازم احنا ننتقم منه. هي يا بابا جيب من الصندوق هذا الادوات تاعونا وخلينا الان بدنا نشوف يعني مين اللي وضعنا بالسجن لحتى انتقم منه. ال 12 يلا يلا. سنة موجود بداخل هذا السجن. خلاص خلاص ولا يهمك. يلا اول اشي بنحتاجه هو بوكت اللاف هذا علشان تكون جاهز دائما، ويلا هاي الاسلحة تبعتك. ايوه يا سلام، وخلينا الان كيف بدي انزل على المدينة هاي؟ خلاص انا بعرف كيف، انت ما راح تنزل من هاي المدينة الا في الاجنحة، خد لك هاي ويلا تعال معاي الان. وين بدنا نروح؟ على اي جهة؟ يعني عارف، ايش رأيك نروح على هذا الكوكب الاصفر اللي امامنا او الكوكب الوردي؟ الكوكب الوردي، والله ما انا عارف، حاسس انه الكوكب الوردي هذا ممكن نلاقي فيه فتيات ويكونوا هم جميلات وننسى اللي حصل معانا بالسجن، شو رأيك؟ والله ممكن يصير عندي صديقات واستمتع معاهم. والله يلا تعال تعال الان ننزل الاسفل ونشوف مين هدول الجميلات. يا سلام مرحبا. اهلا اهلا. يا سلام والله انك انت كتير حلو، شو هذا انت ايس كريم؟ نعم انا هو الايس كريم الناري، انت مين؟ انا هي يعني البنت تبعت سوبرمان، فتاة سبايدر مان. سبايدر مان، وانت مين انت؟ هي انا هي بنت سوبرمان، احنا من عائلة البطلات الخارقات. استنى شوية، انت شكلكوا اشرار.
لا احنا اشرار يا بابا ولا لا طبعا احنا طيبين، واذا مش مصدقين كمان انا بدي اعطيكوا ايس كريم. يلا خد يا ابني انت وزعهم عشان يصير عندك صديقات. خد كل النكهات خد. ايوه خلينا اشوف. هاي يا بنت سوبرمان، بدك ايس كريم اي نكهه؟ في عندي الشوكولاته وفي فراوله. بدي انا الفراوله، لذيذه كتير. طب ايش بدك انت؟ اي نكهه بدك، فراوله ولا شوكولاته؟ اعطيني نكهه اللبن. اللبن صراحه هي يا بابا عندك نكهه اللبن؟ اوه اكيد في، هي هناك رميت لك اياها. اعطيها بسرعه بلاش تزعل منك. اوه نكهه اللبن، طيب تفضلي هاي نكهه اللبن. هي واو شو كل هذه الصور، والله حلوه كتير. شايف كيف؟ احنا حلوين كتير ورائعين. انا هي بنت سبايدر وومان، انا هي صديقة سبايدر مان، البنت السبايدر مانية. شوف هاي مين الموجود بهذا المكان؟ تعالوا على الاسفل، تعالوا يلا تعالوا الحقونا تحت عشان ننزل نختبركو. ايه شو هذا المكان؟ هاي اطلعوا كويس، يعني انا هي بنت سوبرمان وعندكوا على اليمين تحدي جد الاختلافات ما بين هذه الصور، لازم انت تعرفوهم لانه هذا اختبار للناس الطيبة. اوه يا سلام، يلا يا ابن الصغير انت مش انت، عيونك قويات كتير، رح نجد الفرق وانا متأكد. هيني وجدت اول اختلاف. انا وجدت كمان اختلاف. طلع بهذه الصورة ايده هون لونها اشي وبهذه الصورة لونها وردي. ايوه هذا هو الاختلاف اللي انا شفته. يلا الان خلينا نشوف. اوه شوف الغيمة هون وشوف الغيمة هون، في اختلاف. اوه رائع كتير، هيك وجدتوا اختلافين وباقي اثنين او ثلاثة، لازم تدوروا كويس. اوه طيب هين كمان وجدت كمان واحد. طلع انا وجدت الحفرة. ايوه هذه الحفرة هون مختلفة، يعني ما في مثلها، وتطلع هون على اغصان الشجرة ما في مثلهم بهذا المكان. يلا باقي اختلاف واحد. اختلاف واحد وجدته. اطلع يا بابا وينو؟ هاي هون الغيمة كيف شكلها، وهون شكلها مختلف. اوه عمل رائع والله. يا انت ايش يلا ايش في ايش؟ يلا شو لازم نسوي الان؟ يعني يلا الان دوري يا بنات، الان بدي انا اعطيهم تحدي اصعب. شوفوا هذا الجهة في قرشين، اتحداكوا تلاقي 10 اختلاف من بين هدول القرشين. 10 اختلافات؟ هي يا بابا اطلع والله شكلهم هدول مثل بعض بالضبط. اوه والله كتار كتير. خلاص بس انا وجدت اول واحد، شوف هون هاي الدويره فيها نقطه، هون وهون ما فيها شيء. لا والله هن فيها وهون ما فيها، وتطلع كمان هون الزعانف تاعت القرش فيها فتحتين وهون فيها ثلاثه، وكمان أيوة. اختلاف. تطلع الورده هذه يعني اللي لابستها هون ما في عليها ورده، اما هون عليها ورده. طيب شوف كمان اختلاف هون، يعني في ايش؟ 4 رموش وهون في 3. والله هون 4 وهون 3. طيب اطلع هالاختلاف كمان، هوني إلها السكينة على الجهة تمها، أما هون السكينة على الجهة الثانية. أيوة هون شوف هون في إيش؟ هاي الزعانف في 3 بس هون في 2. طيب شوف كمان هالاختلاف، هاي هون الشوكة في عليها خط، أما هون ما في عليها خط. طب شوف هذا الاختلاف، شوف هاي هون في وردة وهون ما في وردة. والله، طيب كم اختلاف ضال؟ كم واحد أوجدنا إحنا؟ اي لسه خلينا اشوف ضايل. ايوه هيك سويتهم كلياتهم، مبروك عليكم يا شباب. يا سلام، وين المكافأة تاعتكم؟ راح تكون القتل. 1 2 3. اخ يا الله، لا 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 لا. اوه صباح القتل، صباح التفجير والتدمير. طبعا انا هو اكس مان الرجل الخارق، ولكن انا كنت بالبداية رجل طيب. ايه يا بابا ايه، نعم. دوجة والدنيا عوجة والله مليت كتير. ايه صغيري وحبيب قلبي عم بيبكي، ليش عم تبكي؟ ايه والله انا زهقت كثير من هذا المكان، بدي اروح، بدي اقتل، بدي افرج الناس المخالب تبعته وامزع وجوههم. اصلا اليوم انا كنت بدي اقول لك انه اليوم صباح القتل والتفجير والتدمير، لانه اليوم بدنا نقتل الناس اللي خطفناهم، ولكن بالبدايه يا سلام بدي ايش تفرجيني مخالبك انه لونهم صار صفر، لانه اللون الابيض ضعيف كثير، لما يكتملوا مخالبك تطلع مثل انا، كيف مخالبي لونهم صفر وذهبيات يعني قويات كثير. خلاص طيب يا بابا، خليني انا بدي افرجيك كيف الان بدي اخليهم اقوياء كتير. جاهز؟ يلا هيني براقب مخالبك، اذا صاروا ذهبيات معناته انت جاهز لحتى اخليك تقتل
هدول البشر. اوه ييه شايف هم تحولوا ولسه انا بدي اصير كبير وبدي اصير قوي. عندي شغلة تانية بدي افرجيك اياها. شو بدك تفرجيني؟ بدك تفرجيني عضلاتك يعني مثل عضلاتي، ولا مخالبك القوية مثل مخالبي، ولا ايش بدك تفرجيني؟ يا بابا شوف شوف، طلعت لي لحية وصرت كبير. انا بدي اصير قوي كتير وبدي اصير اقتل كل الاشرار. تقتل؟ هاي لا تعيد هذا الكلام من مرة ولا قتلتك. احنا ناس طيبين، كنا طيبين، ولكن الان صرنا اشرار بدنا نقتل الناس الطيبة. تعال خلينا نبلش نقتل في هذه الناس البريئة. اوه طيب طيب خلاص بابا، جهزت لك شغلات عشان تقتل فيها. خودة يا دولة وهدولة وهدولة، اختار طريقة القتل اللي بدك اياها. خلاص انا بدي اختار. اول اشي اجرب اضرب مثلا بهذا السيف. خد لك. اوه الله يوفقك. شو هذا شو هذا؟ يا بابا لسه لسه، خذ في كمان شغلة. جرب جرب تقتل الناس في هذا الفخ اليوم يمشوا عليه. ايه تعال تعال اسمع. هي كنت اقتل نفسي بهذا الفخ والله. دير بالك دير بالك، ارميه زي هيك وارجع لورا. نعم خليني خليني بدي ادفع هذه الفتاة لهذا الفخ اشوف ايش راح يصير. أيوة فيها. يلا قتلت زت 4-5 هيك بنفس المنطقة. يلا هي واحد وارمي ارميها مع واحد. يلا يلا هي تعال تعال بدي افرجيك. شو هذا؟ بلعت الفخ بلع الفخ. هي شو هذا؟ في كاميرا. تعال خليني انا بدي اياك تصور هذا الرجل. اوه طيب طيب يا بابا يلا خليني اجلس هون. بس خليه يبتسم، ليش هيك مش مبتسم؟ يلا هيدا خليه يتقرب. ابتسم والا اطلقت عليك النار. لا لا انا مبتسم ماشي. ما بدنا نبتسم، انتوا اشرار بلكوا تسووا شغلات شريرة فينا. اسكت ابتسم ابعد عن الصورة. خد لك هي موت. يلا 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 انت ابتسم انت. يلا ببتسم ببتسم. تعال تعال يا صغيرة فرجيني الصورة اللي سويتها. يلا يا بابا يا جاز شوف. تعال واطلع. شو هذا اسنانه؟ حلوين يا بابا، هاي صورته حلوة ولا لا؟ استنى هذا لابس قناع، هذا مو مبتسم بالحقيقة، لابس ماسك الابتسامة. تعال تعال بدنا نصور فتاة، يعني الفتاة أحلى بتطلع. خليني بدي أقتل هذا عشانه استخدم الأقنعة. ليش تقتل؟ يا كلب الله ياخذك. لا تخلي ميدو علينا يا بابا، بعدين احنا بنخسر التوفيق وبنصير احنا يعني اشرار يعني مش كويسين. يلا هي هدا ثبتها قدام الكاميرا ويلا ابتسمي. يلا اني مبتسمة يعني، بس ليش بدك تصورني؟ يلا يا صغير هيدا اصورها واجيب لك ملف الصورة. خليني اسوي مثل هيك. يلا تشيز. يلا هيني صورتها وهيني جايك يا صغيري. شوف شوف هي طالعة هون الصورة، حلوة ولا مش حلوة؟ هذه صورة الرجل مو الفتاة. حط 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 لك صورة الفتاة بهذا المكان. يلا هي حطيت الملف في اطباقها. يلا يلا هيا 1-2-3. خليني اشوف صورة الفتاة اللي صورتها. والله قبيحة كتير. تعال تعال خلينا بدي اقتلها، ما عجبتني هذه الصورة. يلا موتي. والله ابتسمت والله ابتسمت والله. صور صور كمان بنت تاني صورها. كمان بنت تاني. تعال تعال هي هذه هيك اتبعيني. والله مضحك كتير. هي لا تطلع هذه الاصوات من مرة ويلا اثبتي جاهزة لحتى اصورك. يلا هيني صورتها صورتها والله مجنونة هي. يلا هي شو هذا؟ استنى هي لابسه ملابس صفراء. والله هذه هي. تعالي خدي هذا الضربه. خدي هاي هي ذبحت 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 لانها مجنونه. تعال تعال اقتلها واسمع كيف صوتها. والله مضحك صوتها. هيني قتلتها قتلتها. يلا خلص قتل الجميع يا صغيري، ولازم احنا نغادر هذا الكوكب ونختطف كمان مزيد من الناس. يلا يلا يا بابا خلص اذبحهم وتعالوا. تعال شوف كيف طلع شكله هذا، والله انه مجنون. خلص طلع خلص طلع يا بابا. ايه هذا كان بيحاول يقبلني حتى ما اقتله. ايوه خلص خلص انساك منه يا بابا. تعال الان في كوكب بدي اروح عليه من زمان نفسي اوصل له، هو هذا الكوكب الوردي. بدي اروح الوردي ولا اي واحد بدك تروح؟ لا الوردي، الوردي فقط للبنات، اما انا شجاع كتير وبدي اروح على هذا الموجود هون. طب خلص خلص انا ابوك وانا يعني لازم اكون قوي وبدي اوصلك الطريق. ايوه خود بدنا نروح بهاي الطريقة. تعال شو هاي الطريقة هي؟ شو هذا اللي رميته؟ خليني اشوف. شو هذا؟ لا ما بدي اطلع. لا 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 شو اللي راح يصير لي؟ الحمد لله ضليتني اي شيء. لا 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 لا, لا, لا. بسم الله. نم 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 يا الله وينه وينه هذا الكلب؟ هي لساتك نايم؟
نم 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 نم. استيقظ 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 يلا، لازم نبلش العمل وانت لساتك نايم. ايه شو بدك فيني شو بدك فيني انو عمل؟ خلاص هذا الولد السمين حبسنا وخلصنا وفرزنا وسوينا بوظة. نعم سوينا بوظة، ولكن اطلع الكوكب الاسفل فارغ. يلا تعال خود بكتات المية هاد وتعال عبي بالمية. اوه بكرت عباية المية كتير 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 كتير. يلا لازم نشتغل والله بكرة الشغلة، يعني لازم يكون احنا اقوى عائلة في العالم، عائلة الايس كريم المائي. طيب خلاص خلاص مثل ما بدك. يلا هاي زيك كسرنا هدول الاسبونج، يلا عب الدنيا ماي. يلا يلا هيني بعبي، مش انت اللي بتأمرني انا اللي بأمرك، لانه انا والدك يعني وانت الخادم تاعي. اوه طيب طيب يا بابا نويل، يلا هي انا جاهز بابا نويل عب هذا الاشي. يا ويلي شو اللي بتقوله انت بابا نويل، ما نعرف ايش. يلا اشتغل، هيني بدي اطلع انا وبدي ارجع الاقي كل شي معبى بالكامل. طيب طيب يلا هيني جالس انا بسويه، والله انا ما بحب الشغل بالمره بالمره وبشتغل غصب عني. هيني بخرب عليك. يلا اشتغل. يلا مجنون انت بتحط سبونج، كيف بدي اعبي هذا المكان؟ يلا يلا خليني الان انا يلا عبيه بالكامل وبعديها يطلع. شوف ايوه خلص صار كامل، يلا اطلع. يلا يلا خلينا اطلع زيك. هيني طلعت هيني طلعت. يلا خلينا الان بدنا نروح ايش نسوي؟ نقتل الناس، نسوي اعمال شريره مثل كل مره. ايه اخ شو هذا؟ ايش مالك شو فيه؟ خلينا اشوف. ايه شو هدول شو هدول؟ ايه دير بالك هذه. ايه اي بسم الله مات. الله ياخده اصلا ارتحت منه، هو غبي ما بيسوي الاوامر تاعتي من مره يعني. طلع والله شغلات غريبه هيك مخبى، خليني احاول امسكها بايدي. ايه شو هذا؟ والله بتنقص شوي من اخ.